شهر الربيع وفانا أقبل علينا علينا وهنانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا علينا وهنانا به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد عبد الستار السيد، السادة العلماء فضيلة الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها، فضيلة الأستاذ المربي محمد غسان الجبان، الأخ الدكتور محمد رجب ديب، أيها الضيوف الأكارم، يا من شرفتمونا في مجلس للصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخص من جاءنا وشرفنا من مجمع الفتح الإسلامي ومجمع سيدنا الشيخ محمد بدر الدين ومجمع الصحابة ومجمع الهدى ومن مركز قيم ومن ثانوية الإمام الغزالي، من هذه الأسماء التي شرف الله تعالى بها بلاد الشام، التي جعلها الله تعالى منارات صدق وجعلها الله تعالى سبل هدى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يثبت القائمين عليها حتى يكون نطقنا وهدينا كما يحب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى نؤدي هذه الأمانة الثقيلة التي اؤتمنا عليها أن نكون مبلغين عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يحب الله وكما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ونحن في ساعات وأيام هذه الذكرى المباركة، هذه الذكرى العطرة، أيام ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقف أمام هذا الملمح ونحن نحاول أن نتراءى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، حيث يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتعلمون أيها الأحبة أن كثيرا من المفسرين على أن هذه الآيات هي آخر ما اختصه الله تعالى وما أراده الله تعالى أن يكون ختام هذا الوحي الذي أنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس عبثا أن تكون آخر الكلمات التي يريد الله تعالى أن يخاطب بها البشر، أن يعرفهم بمزيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكرهم بهذا القدر العظيم وهذه الصفات العظيمة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول. وأي تشريف وتعظيم أكبر وأعظم وأرفع درجة من أن يقال محمد رسول الله. وتعلمون أيها الأحبة أن خالد بن الوليد لما أراد مرة أن يعرف قوما من العرب سأله أميرهم: حدثني عن محمد هذا الذي تقول أنه جاءكم بما جاءكم من الهدى. فقال له خالد: أأطنب أم أوجز؟ والعرب تحب الإيجاز، فقال: بل أوجز. فقال: الرسول على قدر المرسل، الرسول على قدر المرسل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ثم يقول الله تعالى في ختام الكلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
هذا هو ختام وخاتم، وهذا هو البلاغ الأخير من الله تعالى وهو يخاطبنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو النبي العظيم الذي يحاولون اليوم أن يشوهوا سيرته وأن يختطفوا قيمه، يحاولون اليوم أن يعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا وقتلا ودماء وتدميرا، وأن يعودوا إلى جاهليتهم الأولى للأسف، وهم يحملون راية رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وكذبا وبهتانا، وهم يدجلون ويزيفون، وهم يزورون الحقائق ويظنون أنهم يحسنون صنعا. وتبقى الشام، وتبقى معاهد الشام، وتبقى مساجد الشام، ويبقى شيوخ الشام هم الذين ينافحون عن هذه الحقيقة المحمدية بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبي وأمي هذا الرؤوف الرحيم الذي جاء ليحيي الإنسان، وجاء ليرحم الإنسان، وجاء ليسعد الإنسان، كل الإنسان. فهو الرسول الذي علمه ربه وعلمنا فيما أنزل عليه أن الله تعالى هو رب العالمين، الرب الذي ما زال يغدق بنعمه ويغدق بعطائه ويغدق برحمته على الناس كلهم، كافرهم ومؤمنهم، عاصيهم وطائعهم، لأنه سبحانه وتعالى رب العالمين. أين هذا المعنى مما يجري اليوم؟ أين هذا المعنى ممن يريد أن يكون الإسلام في عقول الناس قتلا وحرقا وتغريقا وتفخيخا وتفجيرا للأطفال؟ أليس هذا هو الوأد الذي نهى الله تعالى عنه وجاء النبي لينقذ العرب منه لما قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ روى القرطبي أيها الأحبة أن رجلا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدا الحزن على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: يا رسول الله، أمر أهمني أريد أن أسأل عنه. فقال: سل. فقال: يا رسول الله، إنا كنا في الجاهلية نئد البنات، وإني قد رزقت ببنت، فلما كبرت وأصبحت زينة البيت وجمال البيت وبهجة البيت، نظرت إليها فأخذتني حمية الجاهلية، كيف أبقي هذا العار في بيتي؟ فاغتنمت فرصة وقلت لأمها: جمليها وزينيها، فإني أريد أن أزور أبناء عم لي في مكان آخر. وأخذتها معي حتى إذا كنا على مشارف بئر وقفت فنظرت فوجدته صالحا لأن ألقيه فيها، وعلمت بذلك وأخذت تتمسك بي كأنها تستصرخ وتستنجد، ولكني ألقيتها في ذلك البئر وأنا أسمعها تنادي: يا أبتا يا أبتا يا أبتا. فبدا الحزن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسالت دموعه الشريفة، حتى نهر الصحابة ذلك الرجل وقالوا له: لقد أحزنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، رجل يسأل عما أهمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعبرات على وجهه، والحزن يفطر قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: لو أذن لي أن أعاقب أحداً على أمر كان في الجاهلية لعاقبتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، قيم الرحمة، قيم المحبة، قيم الخير، قيم رحمة الإنسانية كلها، ورحمة المؤمنين خاصة. بالمؤمنين رؤوف رحيم.
هذا مولد نبي الرحمة ونبي الخير ونبي الخلق ونبي القدوة ونبي الشمائل الكريمة. وفي هذا المولد من أطيب وأجمل ما يكون أن نستمع إلى كلمات من ابن رسول الله، من وزير الخير ووزير العلم، من وزيرنا الدكتور محمد عبد الستار السيد، إن أزنا مشكورا جزاه الله تعالى خيرا. شهر الربيع وفانا، أقبل علينا علينا وهنانا. شهر الربيع وفانا، أقبل علينا علينا وهنانا.